قلت باسمك ربي بدأت الخطاب، ومن علم علمك علمت القليل، ولما درست أصول العرب وما الفرق بين الردي والأصيل، رجعت إلى الله إليه متاب لعلي ألاقني بحثي دليل. طبعا هذه قصيدة مكتوب بماء الذهب، مرتب ترتيب جميل. بحثت بها عن أصول العرب وما الفرق بين الردي والأصيل، من الصن ونجن التمور والرطب، وأصل الصنو من جذوع النخيل، ولا بد للمرء من أم وأب، ومن أصل أصلين يأتي الأصيل. ومن بعد بحث مشقة وتعب فتشت أنساب جيل بعد جيل، وجدت فتى أصله من ذهب. الله، هو يحمل نفس ذاك الفصيل، عفيف اللسان رفيع الجناب، عظيم الأثر للهوى لا يمين، بنى عرش مجده بسن الشباب، رجل لا يعرف شيء اسمه مستحب. إذا عزك الخط كف الخطاب، كريم العطاء كنهر يسيل، يزيدني شرف إن قبلت الصحاب، ما لم تكن صاحبي بالصميم. الاسم حميد اليمني اللقب، نعم، وما قيل في حقه إلا القليل، يزيدني شرف إن قبلت الصحاب، ما لم تكن صاحبي بالصميم. يا سلام يا سلام.